عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ملك أحمد، اليوم سأتكلم عن المملكة العربية السعودية. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. الآن سأبدأ التكلم عن المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تقع في آسيا، والراية عبارة عن اللون الأخضر، ومكتوب عليها لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وهناك تحت لا إله إلا الله الشهادتان سيف. الآن سنبدأ بالمعالم الأثرية. من أهم المعالم الأثرية في السعودية هو المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولدينا هنا أطول راية في العالم. ولدينا هنا أيضا نافورة جدة. وهنا تقع برج الفيصلية وبرج المملكة. ولدينا هنا العملات المملكة العربية السعودية هو الريال. هذا ريال واحد وهذه 5 ريالات. من أشهر الأطباق بالمملكة العربية السعودية هي الكبسة.